أنس، لن أفعل ذلك بدون التميمة وبدونك. انظر، ربما ستأتي أميرة لمساعدتي. عن ماذا تبحثين؟ آسفة. كان خطأي، لا بأس. الحقيقة هذا يحدث لي كثيرا. أنا أقف هنا. أين رأسي؟ هيا سأساعدك. شكرا. أنا أولاف وأحب العناق الدافئ. أنا صوفيا وهذا منمس. يبدو كغزال قرمزي له أجنحة لكن دون قرون. إذن عما تبحثين يا صوفيا؟ عن أميرة. أوه، كنت مع أميرة الآن. الأميرة آنا من أرندل. لا أعرف إلى أين ذهبت أو أين أنا. أين أنا؟ أولا لم أسمع بهذا المكان. أهو بعيد عن أرندل؟ لأنني يجب أن أعود. أولاف، أظن أن التميمة أحضرتك بالخطأ. عادة تحضر أميرة لتنصحني، لكن الساحرة الشريرة وضعت عليها باللورات ولذلك أرسلتك أنت. أرسلتني التميمة لأنصحك؟ أستطيع أن أنصحك. حقا؟ لا تقتربي كثيرا من النار. حسنا، شكرا. إذن ماذا الآن؟ في الواقع عادة تعود الأميرات من حيث أتين. أو صحيح، وداعا إذن. حظا سعيدا مع الساحرة الشريرة. حسنا، سعدت بلقائك. ما زلت هنا؟ هذا لأن التميمة لا تعمل جيدا. آسفة للغاية، لكن يبدو أنك عالق هنا. إلى الأبد؟ أم عالق لوقت محدد أقل من الأبد؟ لا أعرف. الأمر يتحول إلى الأسوأ. يجب أن أمنع أنسنة من إفساد المهرجان وأصلح التميمة لتعود لبيتك. لا بأس يا صوفيا، أنا وذلك الغزال القرمزي نستطيع مساعدتك. حسناً، ماذا نفعل الآن؟ فلنبحث عن الآنسة نتل. حسناً، لنفعل ذلك. آسفة. أوه.